تعال أخدك واروح على مشهد مهم جدا حصل النهارده الصبح. رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي النهارده كان في افتتاح مركز التصنيع الرقمي، ركز على الوصف، التصنيع الرقمي فين؟ في مصنع المحركات اللي في حلوان. الهدف من مركز التصنيع الرقمي ايه بقى؟ توطين وتعميق التصنيع المحلي. علشان نعمل ايه؟ نصنع محليا ايه؟ احنا عاوزين نصنع فرامل ومعدات سكة حديد وقطع غيار مصانع وقطع غيار للشركات الكبرى، وعاوزين نطلع او ننتج معدات بتاعة محطات المية والرفع والصرف الصحي والترمبات. ليه؟ اولا لان انا لازم اخد مشوار كبير اخوضه في مسألة التصنيع المحلي. اي دولة مهمة في الدنيا اكيد ما بتستوردش كل احتياجاتها، ولازم قدر الامكان تصنع جانب كبير من احتياجاتها. ده واحد، ده عشان تبقى دولة مهمة، علشان تبقى دولة في احتياج طول الوقت ليها. ما هو انت لو دولة محدش محتاجها تبقى مش مهمة على الاطلاق. ده نمرة واحد. طب في احتياج يعني ايه؟ يعني الاقي الدول اللي حواليا عاوزة تستورد مني، لان انا المنتج بتاعي جيد وسعره منافس. حلو قوي. في حد في الدنيا استغنى عن السكة الحديد؟ لا. في حد في الدنيا استغنى عن الطرمبات؟ لا. في حد في الدنيا بيستغنى عن معدات الرفع؟ لا. في حد في الدنيا استغنى عن قطع غيار لماكينات وتصنيع ثقيل؟ ابدا. طيب انا عندي بقى سوق واسع جدا من اول المغرب لحد العراق وجنوبا لحد جنوب افريقيا، المصنع ده بقى بتاع الحاجات دي. اقوم من ناحية اصدر يعني ادخل فلوس، ومن ناحية تانية أقلل فاتورة الاستيراد بتاعتي فأقلل حجم الإنفاق، يعني أبقى عامل زي رب البيت الشاطر، بدخل أكتر ما بصرف. طيب تعالى ناخد معانا على التليفون ست اللي هو المهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع. أهلا 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 وسهلا يا فندم. أهلا بسيادتك، أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ يا بختنا، دي أول مرة نسمع صوت حضرتك في البرنامج. والله يا فندم ده شرف ليا والله، واحنا تحت امركم يا فندم وتحت امر جمهور القناه الاولى. ده احنا واجبنا ان احنا اللي نبقى تحت امر حضرتك وتحت امر كل المواطنين، ومهم ان احنا نلقي ضوء على يعني مشروع مهم وعملاق ومتميز بهذا الحجم. مهم عندنا يا فندم نعرف المشروع ده اهميته ايه بالنسبه للتصنيع المحلي في مصر، واهميته ايه بالنسبه لامداد المشروعات التنمويه الكبرى اللي بتحصل في القطر المصري بمعدات كتير احنا في امس الحاجه اليه. سيادتك فندم تفضلت ب مقدمة جميلة جدا، وتكلمت بس يعني وقدمت المشروع بصورة طيبة. هي سيادتك تعرف توجه الدولة المصرية دلوقتي لتعميق وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيات، وخاصة فيما يتعلق بالأجزاء أو بالمنتجات اللي بنستوردها حاليا. هي وده طبعا كان لا يخفى عن الهيئة العربية للتصنيع، والحمد لله رب العالمين فكرت الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء هذا المركز الجديد، مركز التصنيع الرقمي، ومن اسمه يا فندم ان هو بيتجه الى الرقمنة. والحقيقة الماكينات اللي في هذا المركز ليست بالكثيرة، المركز ده بيحتوي على حوالي 15 مكنة، بس مكنة من الماكينات المتقدمة من الجيل الرابع، من الماكينات اللي هي مصممة طبقا للثورة الصناعية الرابعة. الحقيقة المكنة هنا ممكن تساوي 5 و6 ماكينات من الماكينات الأخرى العادية، بتؤدي وظائف كثيرة جدا في ذات الوقت. ايه ميزة المكن ده يا فندم؟ هو كله كمبيوترايزد، بيبقى البرنامج موجود على الكمبيوتر، بتشتغل بيه المكنة. المكنة بتعمل العديد من العمليات الصناعية بحطة واحدة أو بتثبيتة واحدة بلغة الصناعة،
يعني المشغولة محطوطة على المكنة ولا تتحرك، ولا يعني ما نقدرش ما نحركهاش وندخلها ونطلعها ونعمل وبنصنع وبنخرطها بنفرزها بنعمل فيها اتقاب بنعمل فيها ألاوز، يعني عمليات صناعية كثيرة ومعقدة في ذات الوقت. الحقيقة ده بيديني ايه؟ بيديني دقة شديدة جدا، بيديني سرعة غير عادية. يعني سيادتك احنا بدأنا في المركز ده نصنع طلمبات المياه وطلمبات الصرف الصحي، وحضرتك عارف مدى أهمية طلمبات المياه وطلمبات الصرف الصحي حاليا للمشروعات التنموية الكبيرة الموجودة في الدولة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. الحمد لله سبحانه وتعالى نجحنا في تصنيع زي ما هو باين على الشاشة كده الطرمبات الرأسية بتاعة الصرف الصحي، والحمد لله اعتمدت من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وكمان سجلت بهيئة التنمية الصناعية، والحمد لله دلوقتي شغالة في المشروعات المختلفة التنموية المختلفة في الدولة المصرية. بالإضافة النهاردة كمان كان برضو في الافتتاح أمام دولة السيد رئيس مجلس الوزراء عرضنا على حضرته بروتوتايب، أول إنتاج من الطرمبات المنشطرة لمياه الشرب، وإن شاء الله خلال شهر من الآن تختبر وإن شاء الله تقر، وبعدها بإذن الله يبدأ الماس برودكشن، يبدأ الإنتاج الكثيف إن شاء الله لهذه الطرمبة. أصبح عندنا دلوقتي طرمبتين، واحدة لمية الشرب وواحدة كمان للصرف الصحي. الطرمبات دي يا أستاذ يوسف كانت بتستورد بالكامل من بره. أيوه. إحنا دلوقتي بن 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 إن شاء الله في هذا المركز، مركز التصنيع الرقمي الخاص بمصنع المحركات بتاع الهيئة العربية للتصنيع، بنصنع هذه الطرمبات بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 78%. بالإضافة إلى العديد من قطع الغيار يمكن تصنيعها في هذا المركز، زي قطع غيار السكة الحديد، ويمكن على الشاشة دلوقتي ظاهر القطع الغيار المختلفة اللي بيقوم هذا المركز بتصنيعها على هذه الماكينات وبدقة شديدة. دي مهمات السكة الحديد اللي هي قدام في الشاشة حاليا بنصنعها، سواء اللي هي الفرامل أو الكليبسات أو وكمان فيما يختص بمحطات معالجة الصرف الصناعي والصرف الصحي ومحطات مياه الشرب. هي المركز يمكن أن يخدم جهات كثيرة جدا زي وزارة الطيران، يعني احنا ممكن ننتج كل قطع الغيار لوزارة الطيران بالهندسة العكسية اللي هي القطع الغيار اللي بيستوردوها من الخارج حاليا. يعني قطعة الغيار اللي هي على الشاشة دلوقتي دي معقدة للغاية، دي كانت بتستورد من بره بألاف ألاف اليوروهات، دلوقتي بجنيهات قليلة وفي وقت بسيط بنصنعها في هذا المركز. ده ميزة انك تمتلك القدرة، تمتلك القدرة طبعاً على انتاج مثل هذه قطع الغيار الحرجة اللي كنا بنستوردها من الخارج. والله الهيئة دايما بتبهرنا يا سيادة اللواء، وشيء اكتر من رائع واللي بتقوله لنا ده معناه ان احنا بعد كده مش هنبقى مستنين لا بضاعه تجيلنا ولا مش عارف لسه جايه في الطريق على في الكونتينرات، ولا هنضطر ان احنا مش عارف نوفر قد ايه عمله صعبه علشان خاطر نستورد هذه القطع الى اخره. ده بخلاف ان المساله بتاعه الهندسه العكسيه دي الصين بدات مشوارها الصناعي عن طريق الهندسه العكسيه اولا. يعني اشكرك صحيح. جدا 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 يا فندم، ويا ريت يا ريت يا ريت وقت حضرتك يسمح ان احنا نيجي مره المصانع بتاعت الهيئة وناخد جولة كده مع حضرتك ونقعد نعرض ده قدام مش بس كل المصريين، لكن هي اسمها الهيئة العربية للتصنيع، فدي قلب الصناعة العربية يعني. فياريت وقت حضرتك مرة يسمح يا فندم.
يسمح ويسمح ويسمح. يا رب يخلي حضرتك. اهلا بحضرتك واهلا ببرنامج سيادتك، ونسعد جدا ونشرف بتشريفكم عندنا في الهيئه في جميع مصانع وشركات الهيئه، لنبرز برضو دورها الوطني العربي الكبير ان شاء الله. واحنا طبعا احد اذرع الدوله المصريه في الصناعه، وجاهزين ان شاء الله لتنفيذ اي شيء نكلف فيه باذن الله. باذن الله. واشكرك جدا 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 يا فندم، وده شرف لينا. كل الشكر لحضرتك سياده اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئه العربيه للتصنيع، قلعه من قلاع الصناعه المصريه بل والصناعه العربيه.